اليوم درسنا جلسة عملية لتفاعل أكسدة وإرجاء تفاعل برمنجانات، أخذناها بالكتاب برمنجانات بوتاسيوم. تفاعل أكسدة وإرجاء مع الحديد الثنائي الناتج رح يعطينا المنغنيز الثنائي زائد الحديد الثلاثي. وطبعا وسط التفاعل، وسط التجربة، وسط حمضي. لدينا محلول برمنجانات قمنا بتحضيره، لونه بنفسجي، رح نمدده شوي مشان يكون اللون واضح أكثر. هاي البرمنجانات نمدده بالقليل من الماء لوضوح اللون، تمام؟ نوضع عليه ماء في وسط حمضي، رح احط الوسط الحمضي متوفر بالمدرسة روح الخل. ممكن نستعيد عنه بحمض الليمون او حمض الحصرم او حمض الخل. حطيت وسط التفاعل حمضي، سأضيف المادة الثانية متفاعلة وهي الحديد الثنائي من كبريتات الحديدي. كبريتات الحديدي ذات اللون الاصفر. مزج. ماذا نلاحظ؟ اختفاء اللون البنفسجي. سؤال، لماذا اختفى اللون البنفسجي؟ تفضل ليا. لأنه منغنيز ثنائي. أيوة، تحول برمنجانات البنفسجية اللون إلى المنغنيز الثنائي لأنه أرجع. بالمقابل تفاعل الحديد الثنائي تأكسد إلى الحديد الثلاثي. تمام. هذا التفاعل مشابه لتفاعل اللي اخذناه بالعضويه، اكسده الالدهيدات. اخذنا ملاحظه تاكسد الالدهيدات وجود مؤكسدات مثل مؤكسد برمنجانات بوتاسيوم الى حمض كربوكسيلي الموافق، ويرجع البرمنجانات الى المنغنيز الثنائي في وسط حمضي. تفضلي. طبعا اذا حطينا وسط كلوي رح يتغير شروط التجربه. شروط التجربه لحتى يعطيني الناتج هاي بدها تكون وسط حمضي. إذا غيرنا الوسط التفاعل رح يتغيروا النواتج. ممكن نستخدم وسط خلوي. هاي البرمنجانات رح المواد المتفاعلة رح نخليها نفس مثل ما هي، برمنجانات زائد الحديد الثنائي، ولكن فقط رح نغير الوسط. الوسط قبل شوي ضفنا روح الخلي اللي هو وسط حمضي، هلا رح نضيف هيدروكسيد الصوديوم. برمنجانات حطيت له وسط، وسط تفاعل كلوي زائد الحديد الثنائي. الناتج رح يبين عن قريب، رح يتشكل عنا راسب من صار في هون نقط، راسب بني اللون من ثنائي أكسيد المنغنيز. رح ينزل شوي الراسب لتحت فبين أكثر. نستنى عليه دقيقتين. تفاعل إذا كان وسط كلوي فالنواتج رح تتغير، ما رح يكون عندنا منغنيز ثنائي. برمنجانات زائد الحديد الثنائي إذا كان الوسط كلوي. البرمنجانات سترجع إلى ثنائي أكسيد المنغنيز. هذا الناتج لونه بني، والحديد الثنائي سيتأكسد إلى الحديد الثلاثي مثل الناتج في المعادلة السابقة. معناتها إذا كان تغيرت شروط التجربة، تغير الوسط، كان حمضي صار خلوي، رح يتغيروا النواتج، ولكن الأكسدة والإرجاء رح تضل محافظة على حالها، ولكن فقط أعداد الأكسدة هي اللي رح تتغير. فبالوسط الحمضي عدد الأكسدة من المنغنيز كان عدد أكسدته زائد 7 إلى المنغنيز الثنائي، عدد أكسدته انخفض إلى الزائد 2. أما بالوسط القلوي فالمنغنيز رح يتغير عدد أكسدته من زائد 7 المنغنيز إلى MnO2، بيكون عدد أكسدته زائد 4. تمام؟ هذا عنده سؤال؟ Let's go on.